هسه عم اعمل يوتيوب فيديو انا. هاي حبايبي واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من مكياج وبنات ميبلين نيويورك وناسه مع نارين. قبل ما نبلش بحلقه اليوم ما تنسوا تشتركوا بقناه ميبلين نيويورك ميدل ايست بالضغط على الزر الاحمر تحت، كمان شغلوا الجرس لانه حتشوفوني كل يوم جمعه الساعه 9 المساء مع ضيف جديد. خلونا نرحب بضيفتي الجميله رزا. هاي هاي وسهلا فيكي. اهلين. هي اول مره بشوف لرزا بارض الواقع، كثير متحمسه. انا بحضر فيديوهاتها. حبيبتي انا متحمسه اكثر. متحمسه لليوم صراحه. المره الماضيه عملوا فيه مقلب فانا عم بستنى هلا انت ايش محضرتي لي. يا رب ما يكون في مقلب بالموضوع. بس لا تخاف، محضرت لي شغلات حلوه. جاهزه؟ جاهزه اكيد. سو قبل كل شيء بدي منك تقولي لي ثلاث معلومات، بس تنتين حيكونوا صح وواحدة حتكون غلط. بدك حقيقتين وواحدة كذب. هلا انا كثير بحب المحاشي. وانا كمان. هاي اكيد صح. مرة فتت على الصف بالمدرسة وقعدت ارقص على الطاولة. ومش كثير بحب الحيوانات الأليفة لأنه بخاف منهم شوي، مع انهم أليفين بس بخاف منهم. لا متابعين روزا والمتابعين الجداد بدي منكم تكتبوا تعليق تحت وتحزروا شو هو الصح من الغلط. بما انه صار وقت المدارس وصار وقت نرجع للمدارس كلياتنا، بدي منك تعملي لي ميك اب وانت مغمضه عيونك، بس يكون ميك اب بسيط وتحطي لي ميك اب بسيط. بس تساعديني اكيد شوي شوي. اوكي لا ما هو اذا ما بدك تساعديني رح اخبص عليكي. انا اسفه كثير. لا خلص انا حساعدك. ساعديني. انا حساعدك. خلص. قبل ما ننتقل لمحطة الميك اب بدي اخبركم انكم فيكم تربحوا هالهدايا مني ومن ميبلين بقيمة 2000 درهم. كل شيء اخترته بايدي وكمان احلى شيء كالعادة كثير مبينة حلوة لبس. بتجنن. شروط المسابقة حتكون كثير سهلة، تابعوا الفيديو للآخر لأنه حأطرح عليكم سؤال وجواب السؤال حيكون متواجد بضمن الحلقة، وحالياً صار وقت نعمل الميك اب. وصلنا لمحطة الميك اب وطبعاً روزا ما شايفة شيء. ولا شيء. شو هي؟ ايش؟ هي. لا هي فرشاي. بس فرشاي شو؟ روزا. لوك اليوم له علاقة بالعودة للعام الدراسي، بدك تعرفي شو المنتجات اللي عم تستخدميها. اوكي روزا حنبلش. اوكي يلا. هاي هذا هو. اوكي ان شاء الله يكون لون بشرتي. شو النمرة؟ او ماي جاد. سو روزا اخذت الفونديشن فيت مي، ما حنقلكم شو الدرجة اكيد مبين على الكاميرا. سو روزا حتستخدم فونديشن فيت مي من ميبلين. هذا الفونديشن بيغطي كل المسام بنفس الوقت بيعطيني لوك كثير طبيعي ويومي. اوكي حتحطيه بايدك؟ لا راح استخدم ميك اب بلندر. اتوقع مني ساعدك. انا اتوقع يعني شوي. اوكي يلا. اكيد. لا بليز لا. هاي هاي هاي. اوكي اوكي حبيبي وشي هون. انا وشي هون. اوكي اوكي انا مو طبيعي الشيد اللي اخترته. شو لابق لبشرتي؟ عم تتمسخري عليك؟ لا لا اي كاس. راح اعمل لك هون شوي كمان عشان يعني نوحد اللون. بتعرفي انا بعرف اكيد. هيك بكون خلصت الفاونديشن. سو بعد ما خلصنا الفاونديشن حاعطيكي منتجين تحطيهم على وشي، طبعا انت اللي حتختاريهم وبليز انقذي الوضع. ما دخلي انا بس راح استخدم المنتجات اللي او ماي جاد. او ماي جاد. ايش؟ او ماي جاد. واو. اوكي ما حقول شيء انا، بس بدي اقول انه شكله اللون حلو. حبيبتي بريس تيك. يس بتعرفي شايفه هاي خلص مش حبيتك انا انت ما في كونكشن. سو مثل ما شايفين طلعت الحمرتي واللي هي بريس بلاي سوبر ستاي مات انك من ميبلين نيويورك. انت وين؟ هون. انت هون. انت هون. اذا هدول خدوده يا معناته هون. ايش هذا؟ تسمعي؟ فوق يا بنت. هون. تحت بقلنا فوق بتنزل لتحت بقلنا فوق. هون. هون. هيك؟ واو حطيتها صح اكيد. هيك بكون حطيت لك اياها. واي ثينك انه حلوه.
بليز انتم متابعين كتبوا لي تحت بالكومنتات انتم حاسين انه لبستك زابطه ولا لا. طبعا اكيد حنحط اخر منتج، بليز انقذي الوضع. شو بدك تستخدمي انت؟ حابة اعمل لك شيء بحواجبك. سروج عم تقلي بدها تعمل شيء لحواجبي. يلا هات المنتج وحطيه على حواجبي. خلي تحطيها شو عليك؟ اوكي هاي بس انه انا اوكي هون يس يعني. واو واو يا رزة، فوق يا بيبي فوق هون تحت. وين؟ بالنص. هاي حواجبك ولا جبينك؟ اثنيناتهم. اللوك اللي عملناه لوك خارق. جايز كتبوا لنا انتم شو رايكم بالكومنتات، اذا هي بتعمل هيك شيء معناها هي بترقص على طاولة المدرسة. هاد كونسيلر. سو شو رايك بهذا الشيء؟ شوفي يعني هلا انا شايفه انه كل شيء تمام، حتى الفاونديشن اصدت من الكونسيلر الخارق. بتعرفي ليه ما عطيتك التاتو برا وعطيتك الكونسيلر؟ لا، لانه هالمنتجات في اثنين اثنيناتهم بيضلوا لمده يومين على الوش. طبعا الحمد لله قدرت شيل الميك اب والمصيبه اللي عملتي لي اياها. سو بالميك اب اليومي اللي انا بحطه بستخدم كونسيلر بدل ما احط الفاونديشن، سو لهيك حاستخدم الانستنت اتش ريوايند بدرجه لون لايت. مو طبيعي، بيغطي الهالات السوداء بشكل فظيع. حط على انفي مثل ما تعودتوا علي، هيك بحط انا الكونسيلر. ليه ما تحطي على حواجبك كمان؟ لا انت حطيتي لي، انا برايي بكفي. حاعمل بلند للكونسيلر. بعد ما حطيت الكونسيلر بسرعه بستخدم التاتو براو واتر بروف جل. حنبلش بنص الحاجب، بس قبل هيك مثل ما علمتكم بنحاول نشيل المنتج الزايد. حنبلش بنص الحاجب بمسار الشعر، وبعدين شوي شوي بنقدم لقدام ونطلع في لفوق. بعد ما حطيناه حناخذ هاي الفرشاه الصغيره وحنمشط فيها الحاجب لحتى يعمل بلند ويدوم معنا لمدة أطول. الشيء الحلو بهالمنتج إنه بيضل على حواجبك لمدة يومين، وأحلى الشيء إنه ضد المي. تو بعد الحواجب حننتقل للعيون. حأعمل لوك كتير سريع واللي هو حنبلش أول شيء بالتاتو لاينر اللي بيجي أسود غامق كمان ما في أي شيء بحركه. حأرفع جفني هيك، أمسك التحت حطه بنهاية العين، خمد حدد عيوني. حلو كثير انه بتحسيه سهل هيك فورا بسرعه وبضل. سو بهالحاله حددت خط الرموش اللي عندي، وليكمل اللوك ما بحط انا اي شادو لانه يكون ما عندي وقت. سو بستخدم الكوليستيل 100% بلاك ماسكارا. لا تذكريني فيها، هاي طلعت المره الماضيه بالمقلب. عن جد؟ او ماي جاد. لا انبسطي، هالمره ما عندنا مقلب. اخر شيء رح نحطه رح يكون البلاش واللبسك. البلاش ما في اسرع منه. بتعرفي انا شو بعمل؟ قلبي بيوجعني ما فيني اختار لون، سو بعمل نفس الشيء هون. سو اخر شيء لوك اليوم حيكون الحمرة، ولانه بحب اطلع ناعمه بايام الدراسه سو حاستخدم حمرتي واللي هي بريس بلاي سوبر ستاي مات انك من ميبلين نيويورك. عملنا كولابريشن بتجنن كثير. حلوه لبستك صراحه ولونها بجنن. رح نكمل بسرعه. مات 100% اسمها سوبر ستاي مات انك، يعني مبينه. بنهايه اللوك حنستخدم شو رايك ارش لك انا؟ يلا لاستنج سبراي باي رزدا. طبعا رح استخدم لنارين اللاستنج فيكس سبراي من ميبلين. انت عشتي صح؟ انت عشت. وهذا كان لوك اليوم. عبالي اعرف شو رايك بهاللوك صراحه، كثير بسيط وحلو ولابق لك. عبالي هلا اسالك السؤال اللي كلياتنا ناطرينه. اوكي شو هي الحقيقه الصح؟ او ماي جاد. هاي شو بتاكلي غير رزة؟ لا بليز لا، لانه هاي ثاني مره. سو هذا كان مقلب اليوم. صار وقت نعرف شو هو الشيء الصح وشو هو الشيء الغلط عنك. سو المحاشي، انت بتحبي المحاشي؟ يس. انت بترقصي على طاوله المدرسه او انت بتخافي من الحيوانات الاليفه؟ انت شو رايك؟ انا برايي انت بتخافي من الحيوانات الاليفه. اوك
فيك تخافي من اشياء كثير كيوت صغيره هيك؟ غالبا رح يكونوا حذروا انه عم بحكي يعني غلط اشي غلط. اكيد بحبهم. اكيد تقصع الطاوله. تقصع الطاوله. اوكي الطاوله هون. روز لا روز لا لحتى تربحوا بهاي البوكس خبرتكم باول الحلقه انه حيكون في سؤال، والسؤال هو شو اسم المنتج اللي استخدمناه للحواجب؟ رجعوا على الحلقه تذكروا شو اسم المنتج، كتبوا لي تحت بالتعليقات وموفقين كلياتكم. بنهايه الحلقه بدي اقول ثانك يو روزا حبيبتي نارين، عن جد استمتعت كثير معك، كثير استمتعت بالحلقه واللوك كثير حلو، وكمان استمتعت حتى مع انك يعني سكبتي لي عيوني بس استمتعت كثير. انا ما استمتعت اكيد. لا هذاك الشيء الوحيد اللي ما استمتعت فيه. وانت عملت لي مقلب فواحده بوحده صفت. بنهايه الحلقه بدي اقول لا تنسوا تشتركوا بقناه ميبلين نيويورك ميدل ايست، حطوا لايك للفيديو، وكمان انطروني كل اسبوع يوم الجمعه الساعه 9 المساء. باي باي. سو كلياتكم موقفين موفقين. جنو انت شنو جد؟ انا مبسوطه كثير بهالتحدي.